وسط الكلام امبارح كده رميت لكم حته كده صغيره، رامي ربيعه في المقاولين العرب. طيب كواليس رامي عندنا، اعوذ بالله يعني من كلمه انا، تفاصيل اللي حصل. ناس تقول لك رامي عمل تصريحات، ناس تقول لك رامي راح قعد مع المقاولين. وفي كده في النادي الاهلي، او في لعيب في النادي الاهلي هيروح يقعد يتعاقد مع نادي وهو على ذمه النادي الاهلي بمزاجه؟ هو في كده في الدنيا؟ مش الكلام ده خالص. رامي ربيعه خد موافقه النادي الاهلي على الاعاره. نادي المقاولين العرب تفاوض بالامس فقط مع النادي الاهلي في حضور رامي ربيعه مع مسؤولي نادي المقاولين العرب. ونادي المقاولين العرب ونادي الاهلي بيربطهم علاقات وطيده وعلاقات قويه جدا. والدليل طاهر محمد طاهر اللي متواجد في الاهلي دلوقتي من نادي المقاولين العرب، وغيره وغيره وغيره، حاجات كتير جدا. علاقات يعني قويه جدا. فطبعا رامي ربيعه قعد باذن من النادي الاهلي، بدليل ان المفاوضات امبارح كانت ما بين مسؤولي المقاولون العرب ومسؤولي النادي الاهلي. ومن هنا هنكشف عن مفاجآت كبيره جدا جدا جدا. التواصل كان متقطع، ليه؟ لان النادي الاهلي كان بيتمرن. فمره ساعات يتواصلوا مع كابتن سيد عبد الحفيظ، ساعات يتواصلوا مع امير توفيق اللي هو المنوط بهذه الاشياء. انا بحكي لكم بالحرف. طيب. نادي الاهلي طلب فلوس من نادي المقاولين العرب. طب احنا عايزين فلوس. طبعا كان في كلام على تسهيل اعاره رامي ربيعه عشان يلعب. يعني المفروض يبقى في بعض التسهيلات زي ما كان النادي الاهلي عمل بعض التسهيلات للنادي الاسماعيلي. نادي المقاولين طلب يعني ان احنا يبقى في تسهيلات بالمثل. ففوجئ مسؤول المقاولين العرب ان النادي الاهلي وده حقه قال لهم لا انا عايز فلوس. فالناس عندهم برضه في حته الفلوس في ازمه شويه زي باقي الانديه يعني. قال لهم لا فلوس، ما انتوا كده كده انتوا ليكوا عندنا فلوس. فلوس ايه اللي عندهم؟ يعني مين عندكم فلوس ايه؟ قال لك طاهر محمد طاهر، ما في دفعات بتدفع من النادي الاهلي لنادي المقاولين العرب بصفقه طاهر محمد طاهر. المقاولين قال لك لا، دي حاجه ودي حاجه. المهم عقبال ما اتفقوا، طولش عليكم، المقاولين والاهلي كانت حوالي الساعه 11 ونص بالليل. 11 ونص بالليل صلاه طبعا سيستم هيقفل 12. كان في بعض الاختام وبعض الكلام في العقود، كل ده خلص مفيش مشكله. بقت الساعه 12 ل 10 المفروض ان المقاولين هيودي مندوب. المهم المقاولين حجز مكان لرامي ربيعه ان هو ممكن يأيده تاني يوم، يبقى حاجزين مكان على السيستم. القصه كلها ان النادي الاهلي خاف ان هو يشيل رامي ربيعه ونادي المقاولين ما يعرفش يأيده، يبقى اللاعب فري. بجيب لكم من الاخر ده اللي حصل بالظبط بالظبط. فكان رامي ربيعه خلاص لاعب في نادي المقاولين العرب برغبه النادي الاهلي وبالاتفاق مع النادي الاهلي ما بين مسؤولي المقاولين العرب ومسؤولي النادي الاهلي. ايا كان بقى الفلوس ايه، التفاصيل ايه، رامي ايه، فلوس المقاولين ايه، خلاص خلصوا الكلام ده. لكن الموضوع خد وقت، الموضوع كان امبارح بس وخد وقت لان النادي الاهلي كان بيتضرر في التوقيت ده. وعبال ما جه الرد والتوقيتات خلاص كان السيستم قفل. لكن انا عملت تويت امبارح وقلت رامي ربيعه في المقاولين يعني على الله يلحقوا السيستم. فما لحقوش السيستم. هو في دلوقتي بعض يعني الكلام ان ممكن يكون في مد بيبعته للاتحاد الدولي ان ممكن يمده زي المره اللي فاتت في فتره القيد السابقه، كان في مد حوالي 5 6 ايام. فده لو حصل ممكن رامي ربيعه يروح نادي المقاولين العرب، لكن الى الان خلاص رامي مقيد في نادي المقاولين العرب، في نادي الاهلي، لان المقاولين العرب خلاص كان السيستم قفل امبارح وما لحقوش يسجلوا رامي ربيعه. لا رامي ربيعه تجاوز ولا لف من ورا النادي الاهلي، ولا النادي المقاولين تجاوز ولف من ورا النادي الاهلي.
كل ده بالاتفاق مع مسؤولي النادي الأهلي اللي طبعا كان في نقاش في المفاوضات وده حقه. طيب ادي كواليس رامي ربيعة بالحرف. لو رد طبعا اتحاد الكرة عندنا بعت ان هو يمدد فترة القيد 5 أيام، لو ردوا خير وبركة، ما ردوش خلاص هيعمل ايه؟ يبقى رامي ربيعة على ذمة النادي الأهلي او ينتقل الى يعني بلد تانية او دوري تاني يكون فترة القيد لسه ما قفلتش.